غنتلاقاو بواحد النصفه زوينه بزاف، نصفه ديال الكبسه. انا غنوجدها بطريقه ديالي، واحد الطريقه اللي سهله بزاف. اول حاجه غنحتاجو طرفه ديال الدجاج. انا هنا عندي لدند، نتوما كتقدروا تختاروا اما لي كويس اما اللي بغيتو. عندي هنايا المهم داكشي اللي بغيتو ديال اللحم. عندي هنا شويه ديال الربيع، احسن يكون كونسيستي شويه كثيره ديال الربيع. عندي الثومه، طرف درس ديال الثومه مقطع، وشويه ديال مطيشه ديال الحب، ومعلقه صغيره ديال السمن. وهنايا عندي بصيله مقطعه صغيره، مطيشه مقطعه صغيره. ما تحكمش، البنات خاصهم يكونوا مقطعين. وهنا اللي كيلعب دور كبير هما التوابل ديالي. اول حاجه عندي واحد ورقه صغيره ديال سيدنا موسى، عندي واحد الظرف ديال القرفه، عندي شويه ديال الكوسه، شويه ديال القزبر يابش، شويه ديال حبه هيل، شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الزنجبيل والملحه. هنايا عندي الروز ديالي، كندير لا كونسيستي ديال اللي بغينا. انا هنا عندي دو بيرسون. هو احسن حاجه يكون الروز بسمتي، هو اللي كيجي زوين بزاف هاد لا ريسيب، ولكن انا دابا ما عنديش. المهم انه يكون هاد الروز هذا داك الابيض اللي كيكون طويل، نبعدو على داك الروز اللي كيتعجن. حاجه واحده اخرى، انه انا ما غاديش نديرو يطيب مع المرقه لانه غادي يعجن، غادي يتعجن وغادي تلقى هذيك النكهه ديالو اللي ما بغيناهاش. الطريقه ديالتي دابا هي انني غادي نشد، عندي مثلا هنا زلافه ديال الروز، غندير الدوبل تاع الزلافه بحال هكا الزايد ديال الماء سخون بزاف، وغنغطيه وغنخليه حتى كيطيب في داك الماء السخون. وهذه طريقه ايفيكاس باش ما يتحلش لكم، باش ما يتعجنش لكم الروز. المهم غنزيد فيه دابا الماء ونتلاقاو باش نوجدوا الدغميره ديالنا. اول حاجه كندير شويه ديال الزيت وشويه ديال الماء في الكانيله ديالي. ابري كنزيد البصله ومطيشه، ابري كنزيد الربيع والثومه والسمن ومطيشة ديال الحك على هذا الشكل هذا، وكنزيد القمة ديالي كاملة. المهم هنا عندي معلقة صغيرة ديال الهيل، ومعلقة صغيرة ديال القزبر يابس، وديال البزار. أما هنايا عندي معلقة كبيرة ومعلقة كبيرة. هادشي بالنسبة لدو بيغسون كيفما قلت ليكم، قد ما زدتو ديال الروز قد ما تزيدو ديال التوابل، لأن لاباز ديال هاد لاغوسيط هما لي زيبيس. كنزيدو لي زيبيس ديالنا كاملين هنايا وكنخلطو. ملي كانت هاد الدغميرة ديالنا كتطلق غنزيدو عليها اللحم، كنزيد شويه ديال الماء، كنخليها كنخلي اللحم يشرب ليا شويه هاد القامه حتى كنحس به، وكنقلبو بيان سور. ملي كنحس به شرب القامه مزيان كنسد، كنزيد عليه الماء اللي جهد يطيب فيه الدجاج، كنسد عليه وكنرجع من بعد. دابا ملي كنقلبو اللحم ديالنا كنلقاوه بلا طاب، كنهزوه كنحطوه ابار باش هاد المريقه هادي كنديرو فيها الرز ديالنا وكنخليوه يطيب. ما خاصناش نخليوه يطيب بزاف، خاصو فريمون غير يشرب ديك لاصوص ويشد في راسو، يجي طيب جوست كوم يلفو، ماشي بزاف وماشي يبقى عاوتاني قاصح. وعرفتو البنات هاد الريحه هادي كتجي زوينه زوينه بزاف. المهم غندير الرز ديالي يطيب ونتلاقاو من بعد. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. بالنسبه للبنات اللي بغيوه يتحمر مازال يقدروا يديروه في صينيه ديال الفرن ويدخلوا شويه يتحمر. انا كنلقى بالله هكا كيجي مزيان، كيف ما كتشوفوا كتجي كل حبه بوحدها، ما كيتلاصقش لينا افيك ديك لاستوس اللي وريتكم قبيله. انا هنا حطيته مع شويه ديال اللوز، وبالصحه والعافيه.